كوبري يدوش، يا سلام على التكتيك والأفكار العالمية. وادي ده اتنين في الجول وفي العرض، يا نهار اسود، دي البداية دي. ايه بيقول بصيلي بصيلي، هي بصيلي ولا مش هي بصيلي؟ اوه بعد ما بصاله عملت ايه يا حبيبي؟ وادي ده اوف، يا نهار اسود، شايفين زحل عليه جابه في الجماهير. اوبا لعبة لعيب قوي ده، ما بيجيبش اهداف، ده شغلانته ان هو يضيع بس، يعني هو مركزه يضيع اهداف ما يجيبش اهداف. ده اللي بيلعب الكلب، يوه حتى الكلب بيلعب كورة، الكلب بيبقى حريف اهو يا عين. شوف ده مش عارف انا هي الكورة صار ازاي، يعني ده الدراجونز تلعب بالكورة ده كله بالريموت، ريموت بعدين يا لولعين. ونشوف دي بروين بيلين ده شكله اخوه شبهه، امسك امسك كوبري يدوش، يا سلام على التكتيك والافكار العالمية.